واليوم رح نسلط الضوء أكثر على مشاركة الحرف اليدوية وتألقها في معرض دمشق اللي عرفت بعراقتها وبصمة حرفيها اللي كانت وما زالت تجذب كل من شاهدها بكافة أنحاء العالم. الإبداع والبصمة السورية بنكهة الحرف الدمشقية يلي حجزت مكانة ليس فقط محليا بل عالميا، وإلى نصيب بالمشاركة بمعرض دمشق الدولي بدورته 59. أكيد لنحكي أكثر عن صناعات الحرف السورية واليدوية وعن مشاركتها بالمعرض. بصرنا نرحب بالشيخ كار الفنون التراثية الأستاذ عدنان تنبكجي. صباح الخير أستاذ عدنان، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، وفعلا اسم على مسمى صباحنا غير، إن شاء الله هيك صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. شوف احلى من هيك اجواء بمعرض دمشق الدولي. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني استاذ عدنان، اليوم نحن عم نشهد عوده معرض دمشق الدولي بدورته 59، الى اي حد بشكل اهميه خصيصا بالنسبه للحرف اليدويه وللفنون التراثيه السوريه؟ الحقيقه اللي احنا بالنسبه لعوده المعرض هذا كان يعتبر انجاز كثير كبير، وبنشكر كل من ساهم بعوده معرض دمشق الدولي. هذا المعرض اللي هو ان شاء الله بيدور عجله الانتاج الصناعات الحرف اليدويه والزوار، يعني انت بتاخذيه على كل صعود. بصراحه حركه كثير كثير مميزه، وسوريا هي ام الابداع. يعني المعرض 59 ونضيف لهم 5 سنوات كمان رقم كثير كبير. اذا بنرجع لانه تاريخ سوريا هي البدايات لسوريا، هي اول من عمل معارض تقريبا بالشرق الاوسط وبالمنطقه. بالنسبه لنا بيعني لنا كثير منيح هذا المعرض، انه بنعرض المنتجات الحرفيه، تبادل الثقافات، بنقبل التعليقات ولو كانت سلبيه لربما بنستفاد منها منشان نحن نقوي خطوات وخطوات الى الامام. يعني نحن سوينا ابداعات جديده غير اللي كانت عنا، التحضيرات كانت مسبقه يعني ما يقارب 3 شهور، ونحن عم نحضر لهذا المعرض، هذا المعرض الرائع، المعرض العظيم اللي احنا ما توقعنا يكون عدد الزوار فوق 1 مليون باول يوم وثاني يوم، صار ازدحام كثير كبير. واذا بتلاحظي على التعليقات كله انه ازدحام والناس عم تتماشى بالطرقات وهي مبسوطه، ولو كان في ارهاق في تعب في شده من التعب. الاقبال على الجناحات تبعنا يعني تبع الحرف اليدويه موجوده تقريبا، مو بس بالحرف اليدويه، ومشاركه معنا عده الوزارات اللي دعمتنا. بوجه الشكر اكبر لشيوخ الكار، الاتحاد العام للحرفيين، اتحاد عام دمشق، والوزارات، وزاره السياحه، وزاره الثقافه، وزاره الاقتصاد، ودعمونا كثير. ونحن ان شاء الله بنكون عند حسن الظن بهذا الدعم، لانه ما في زائر، ما في وفد اجى لعنا الا ما عمل محطه كبيره، مو انه والله مرور الكرام، كانت محطات كبيره وتعليقات جيده جدا. نحن ان شاء الله هيك بنفخر فيها وبنقدم كثير لقدام باستمراريه. يعني الحرف اليدويه الدمشقيه وين ما كانت موجوده هي بتشكل عنصر جذب للزائر. اليوم خبرنا اكثر استاذ عدنان عن الجناح تبعكم المشاركين فيه، واهم العروضات اللي دائما بتسعوا انه تقدموا شيء مميز لاستقطاب اكثر عدد ممكن من الزوار، خاصه الزوار المغتربين اليوم يلي جايين على سوريا وعم يرجعوا ويزوروا بلدهم. هلا الابداعات تبعنا نحن، يعني اذا ما سوينا شيء جديد هذا شيء بيكفي لحاله. وبتعرفي سوريا ام الحضارات، وخاصه فيما يخص الحرف اليدويه التقليديه، عندنا ما يقارب 33 حرفه يدويه نحن بنرفع راسنا فيهم، موجودين تقريبا بكل دول العالم، يعني مو بس بالدول العربيه، ما بالك هلا نحن عندنا انجازات جديده. احنا عملنا عده اجتماعات كانت مكثفه، وانه ندعم كل واحد شو مستلزماته شو طلباته حتى انه يقدم انجازات جديده. هلا فيما يخص الموزاييك عندنا ابداعات لا توصف، جديده غير القديم، لكن بالحفاظ على البصمه التراثيه القديمه. عندنا بالزجاج الفينيقي، السيف الدمشقي عم يكون صناعة تقريبا بالتطبيقات النهائية والتشطيب مباشر قدام المواطنين قدام الزوار، تكفيت النحاس عم يكون بالطرق عن النحاس كمان قدام الناس، هذا شيء رائع. بالنسبة لي أنا نزلت تريات ولمبادرات وأباليك وفنون تطبيقية صغيرة، وفي عندي أيقونات لسوريا، وأنا بركز على موضوع النحاس. إحنا كمان عندنا إبداعات لا توصف. آخرون كان هذا المعرض نزلنا ما يقارب شيء 12 أو 14 صنف جديد،
وكثير كثير مثل ما انت قلت نحن بنحافظ على البصمه القديمه لكن بابداعات جديده. يعني بدنا نشكرك على هالتحف الفنيه اللي زينت اليوم صباحنا، يعني في اكثر من تحفه كنت حابب انك انت تحكي عنهم وتحكي عن تفاصيلهم. هلا عندك هذا الصحن، هلا هو مثل ما انت قلت نحن من وحي التراث، هذا الصحن اللي وحطيت له حتى الستاند تبعه عم يكون كمان من اول واحد يلي من هالجهه. اول واحد نعم. هذا فيه عباره عن الورده الجوريه، انا عملت اول شيء بنسميها نحن بلصه، خليني الجأ للعاميه حتى كل واحد بده يصنع هيك شيء كمان نحن بنرحب، ما بدنا نحتكر ولا اي شيء، اي والتصوير مسموح لكل الناس. عملنا بلصه تقريبا مدوره وحطيت القطع النحاسيه هي الورده الجوريه الدمشقيه بشكل منتظم ولحمتهم بطريقه فنيه، وبعدين احنا لبسناهم محلول الذهب وعتقناهم يدوي وعملت له هذا في بدنا نحطه على التيبل على الطاوله وفينا نحطه كمان على الحائط معلق هيك او على ستاند. بالنسبه فيما يخص كمان الايقونات السوريه سويت عده لوحات صغيره، موضوع التآخي، ايقونات الاخوان المسيحيين او ايقونات من القران الكريم، لبستهم اللولو لاول مره. هذا تلبيس اللولو بالبودره لاول مره بننزله وصار عليه كثير اقبال جديد، ما بعرف اذا منسلط الضوء عليه كثير. عملت لا سيدنايا لا تدمر للاحرف المسماريه القديمه للجامع الاموي، وكان انت ما يقارب 22 معلم لسوريا كلهم سويناهم من اللولو، وكانت الخلفيه من النحاس. خلينا نشوفها استاذ عدنان، تعطيني اياها تفضلي. هي ملبسه لولو؟ اي ملبسه لولو. هي لون اللولو مع البودره مشان تشكل طبقه ما يقارب ميلي، وعلى وشها بيكون اللكر بعد ما تكون المنحوته خالصه. بصراحه تساءلنا عليها بشكل كثير كبير. يعني هون عم نعاصر نحن، هون يعني التجديد بالمعاصرة. نعمل تجديد بس مثل ما قلت لك بنحافظ على الابداعات الاباء والاجداد اللي هو كثير غني بصراحه. يعني احنا اذا بسنا نتابع المسيره العلميه اللي اعطونا اياها ابائنا واجدادنا هذا لحاله بيظهر سوريا انه هي سوريا ام الحضارات، ما بالك انه نحن معنيين انه نطور، ومعنا نحن توجيهات يعني من المعنيين انه لازم نطور، وفعلا طورنا واقبال لا يوصف على الاجنحه بالصناعات اليدويه الحرفيه. وان شاء الله نحن بنتمنى انه يكون اوردرات، بدات الاوردرات تتسجل، بدات الناس تشتغل اكثر من اول، واستغربوا من هذا الانجاز العظيم انه هل يا ترى فعلا انه شافوا بعينهم انه ما في تضليل. هلا صار اجوا الزوار وشافوا وانبهروا وضلوا لساعات متاخره من الليل، يعني انه شوفوا كل شيء قدامهم، الصناعات الحرفيه اليدويه شيء بيرفع الراس. وبتشكر كل شيوخ الكار زملائي والحرفيين اللي انجزوا وتعبوا، لكن في ثمره ان شاء الله قادمه. كمان بعض المعروضات يلي اليوم حبيتوا تطرحوها ضمن المعرض، اذا بتحبي تشوفيها ميسان. هي شو وخبرتنا انه التصوير مسموح، يعني اي حدا عم يدخل على جناحكم. نحن ضد اي حرفي او شيخ كار انه يكون عنده المنتج موجود وما يصوره، خليه اللي بده يصنع مثلي يصنع، وين المشكله؟ ولكن انا بنصح انه اللي بده يصنع نفس القطعه يعطي لمساته الاخيره فيها، يعني مو بس انا بدي كوبي، انا اعمل صوره وروح. هلا انا احيانا بقتبس من النت بتعرفي اليوم، او كان او اوقات من مكان ثاني باخذ المعلومه بزيد عليها انا ابداع من عندي، مو مشكله. واليوم في تشاركيه اكثر من اول، يعني وقت الاتهام القديمه اللي عم يقولوا انك شيخ الكار متهم على طول انه هي الحرفه يدويه له ما اعطاها للغير، لا اليوم نعطيها للغير، وفي دورات كمان عم نساويها منشان التعليم للغير. هلا اللي معك اذا بتسمحي لي تفضل. هلا هون نحن عملنا الفريم القديم، الفريم هذا التاج الملكي. الفريم القديم هون عم ندخل موضوع البروكار حسب الشخص. هلا هي دخلنا لها جزء من الكريستال وقت تتعلق، اما بطريقه هي او بالطريقه هي. هون حطينا قطعه من البروكار، وانا بنصح كمان اي صبيه بدها من فستان عرسها حتى تضل ذكرى، انا عملتها يعني بصراحه قطعه من القماش تبع العروس وقطعه من القماش للعريس، وبينكتب عليهم هون التاريخ وايمت صار حفله الزفاف. ان شاء الله طول العمر لكل الصبايا ولكل الشباب، ان شاء الله هيك بدنا نفرح نضل عم نفرح. وبيتعلق هذا يعني نصب تذكاري بسيط وهون او من البروكار. هون حطينا احياء للتراث تبعنا، الزخارف النباتيه القديمه كلها رجعناها وحطينا ذكرى، وبيفتخر فيها الواحد انه والله هي من النحاس
وابداع جديد انه والله كذكرى حطيناه افكار حلوه لحديثة. تمام مثل ما عم تقول حضرتك يعني افكار هي جديده بسيطة عم يعني. نخلطها حتى مع القصص التراثيه لحتى نعم دائما يكون في تجدد. الى اي حد عم يشكل اليوم المعرض لكم كمان منبر لانه الاخرين يتعرفوا اكثر على طريقه صنعكم بما انه قلت انه انتم موجودين عم تشتغلوا بقلب المعرض كمان يعني نعم. مو بس عم تعرضوا جاهز اكيد هلا في انت لك انا بعض الورشات عم تكون يعني شغل مباشر وتصوري كمان في اطفال يعني اليوم نحن بموضوع العطله تقريبا عطله الصيف يعني كل واحد عم يجيب ابنه نحن ما بنكتفي بالعلم وانا بنصح كل واحد عنده ميول للعلم بنصح الاهالي يا جماعه الواحد اذا كان عنده ابداع انه يصير دكتور ويصير مهندس ويصير محامي كمان نحن بحاجه الحرفيين المبدعين المتعلمين وين المشكله اذا كان هو دكتور او طبيب او محامي كلياتنا بنرفع راسنا فيهم وتعلم حرفه مو غلط ابدا يتعلم حرفه وينجز وخليه ينجز لبيته ينجز لاقاربه يعطينا فكره ممكن ناخذ فكره من عنده يعني ما في اي مشكله وين اذا نعم. ترافقوا الاثنين مع بعض بيكون سوريا ان شاء الله حتتطور وتتطور سوريا قديمه ابائنا واجدادنا اعطونا اللي ولا دوله بالعالم اعطتهم ابائهم واجدادهم مثل ما اعطونا نحن لازم نحن نحافظ ونبدع ونعطي يعني اليوم ضمن الظروف اللي مرت فيها سوريا العديد من القطاعات تأثرت بشكل كتير كبير اليوم اتحاد الحرفيين وأيضا الصناعات التراثية قديش قدرت تضل بالفعل محافظة على تراثها وعلى ألقها نعم الأستاذ عصام الزيبق ورئيس الاتحاد العام للحرفيين الأستاذ ناجي أعطانا تعليمات كتير مهمة والسادة الوزراء كمان أنه لحنا كيف بدنا نحافظ على هذا الإرث العظيم اللي نحن عطونا اياه مثل ما قلت لك عم تصير اجتماعات وشو هي العقبات اللي عم تواجهنا احيانا بصراحه بيكون في شح بالمواد لكن ممكن نستعين بالاخرين بصنع البديل وقت نحن بننجز بصنع البديل ممكن هون تكونت عندك فكره جديده يعني هذا الموضوع احيانا بفيدنا انه هاي القطعه مو موجوده هاي الماده ما لها موجوده اما انه بنصنع البديل او انه مندخل ابداع جديد التعاون كثير حلو ايد لوحده ما بتصفي أنا لحالي ما بعمل شيء أنا فريق عمل وأي شيخ كار كمان بيكون فريق عمل مو غريب إنه نستعين بالآخرين من أستاذ بعلم الزجاج أو أستاذ شيخ كار كمان بيكون بالفنون بالزجاج فينيقي أو الفسيفساء فرضاً نحن بنستعين ببعض أنا بعطيه فكرة هو بيعطيني فكرة منشكل قوة اقتصادية كبيرة ونحن بالآونة الأخيرة نحن بصراحة تقريباً أخذنا حقنا لأنه كنا شوي في بعاد لحنا عن هذا المواضيع اللي ما كثير عم يهتموا فينا ببعض الوزارات مين هن الجهات الداعمة يلي ساعدتكم لحتى فعلا تاخذوا حقكم وتوصلوا يلي بدكم اياه وان شاء الله هسه بتتألق الحرف التقليدية اكثر الجهات الداعمة احنا بنبدا بالاتحاد العام لدمشق رئيس الجمعيات الحرفية والاتحاد العام للحرفيين الوزراء والله نحن تصوري الساعه 1 بالليل الاستاذ بشر اليازجي عم يدور علينا يعني قديش نحن بتكبر معنوياتنا وعم يدوروا ويقول لك الله يعطيك العافيه استاذ وزير السياحه بوجه له التحيه السيد وزير الثقافه نحن ان شاء الله بنتمنى يزورنا لانه دار كمان على بعض الاجنحه ولحتى موعودين انه يزورنا السيد وزير الاقتصاد اعطانا دعم كبير واعطانا قسم كبير بهيئه دعم وترويج الصادرات اعطونا جناح كبير انه هذا تقريبا لنا للحرفيين لشيوخة الكار يعني اعطونا المكان والباقي علينا يعني كمان احنا بدنا نشتغل والله بس هن كل شيء ساووا صار في تعاون بالاونه الاخيره نتمنى يكون التعاون مستمر وحتى انجز ايد واحده لحالها ما بتصفي والله مع الجماعه يعني جهود كبيره عم تبذلوها اكيد لحتى تحافظوا على التراث السوري والحرف السورية التقليدية والحديثة أيضا نحن نتمنى لكم كل التوفيق ومشاركة موفقة ضمن معرض دمشق الدولي الله يبارك فيك ونحن منطالب بالدورات اللي عملت دور كثير كبير دورات تدريبية أنا واحد من الناس عملت دورة بكية سليمانية والإخبارية السورية على طول مواكبتنا بهذا الموضوع وأنجزت تصوري نحن فرحنا وانبسطوا الطلاب اللي لقينا لهم انجازاتهم حطيناها وكتبنا اساميهم قديش هذا شيء رائع كل واحد صار يجيب اهله انه انا هاي اللوحه ساويتها مع الاستاذ عدنان او هذا الموضوع انا ساويته وكل الشيوخ الكار اللي ساهموا بهالدورات نحن بنطالب بالمزيد طماعين نحن بس صدقيني رح نعطي كمان المزيد وان شاء الله المعارض كمان الخارجيه اثبتنا وجودنا وسوريا العلم ارتفع ب
بالأزمة بقوة بكثير من المعارض وأنجزنا الذهبية، يعني ما عم نأخذ إحنا إلا الذهبية، يعني على طول امتياز امتياز بالمعارض الخارجية. نشكر كل الجهات الداعمه، تحيه لكم اللي عم تتعبوا وتسهروا ليالي لتوصلوا الرساله الصحيحه وبشفافيه. شكرا كثير لكم، اتمنى لكم كل التوفيق. يعطيكم العافيه.